رحلة عبر الزمن إلى تاريخ وعادات الأجداد. هذا هو الهدف من النسخة الأولى من معرض قطار الدولي للصيد والصقور سهيل. هذه تجهيزات المقناص، وهذا هو الدس أو القفاز المعد خصيصا لصاحب الصقر، وهذه خيمة مصممة للمولعين بهذه الهواية. أما هذه فسيارة تحمل صاحب الصقر والصقور إلى قلب الصحراء ليجد أصحاب هذه الهواية ظلتهم في هذا المعرض الثري والمتميز. شيء اسمه البرقع، اللي هو شيء مهم جدا عند صاحب الطير. في البرقع وفي ثاني شيء اللي اسمه السبوق، هذا اللي يحطونه في رجول الطير. ثاني شيء هذا الدس، يسمونه دس، مو يعني بعضهم عنده طريقة في الدس، عنده نوعية خاصة، يعني يشوف انه يرتاح، يشوف انه ما يحافر، الطير ما يقدر يحافر فيه. أكثر من 90 عارضا من مختلف دول العالم شاركوا في هذا المعرض لتحقق النسخة الأولى منه نجاحا كبيرا. معرض قطار الدولي للصيد والصقور سهيل معرض متخصص جدا في الطير وفي لوازم المقناص وفي لوازم الكشتة وفي أجهزة اللي ترتبط بهذه البيئة، يعني بيئة المقناص وبيئة الكشتة والطير نفسه. وهو معرض لها يعني أثر كبير على هالقطر، وأيضا المقناص جزء من تاريخ القطريين وجزء من أيضا من الموروث الأصيل للعرب. المعرض هذا في النسخة الأولى، وبكل صراحة يعني ولد المعرض كبير. أما الحدث الأهم في هذا المعرض فكان مزادا علنيا لبيع أحسن الصقور على الساحة بأثمان تصل أحيانا إلى عشرات الآلاف من الدولارات وربما أكثر. استطاع هذا المعرض أن يوفر للزائر صورة قريبة من واقع عاشته الأجيال السابقة، ليعيد أحياء ما تعارفت عليه شعوب هذه الرقعة الجغرافية من العالم، حتى لا يندثر هذا الموروث الثقافي أبداً.